أريد أن أتوجه بها إلى هؤلاء الناس، وأنا أوثر دائما حسن الظن يا عباد الله. هؤلاء الذين رخصت عليهم أرواحهم في سبيل أن ترخص عليهم أرواح عباد الله المؤمنين، هؤلاء الذين قرروا أن يجعلوا من أرواحهم سبيلاً لا لحماية أرواح عباد الله عز وجل، بل سبيلاً لتدمير أرواح عباد الله سبحانه وتعالى، أقول له: إن كان أيها الإخوة، إن كان في الناس من قد أقبلوا إلى أدمغتكم فغسلوها، فأوهموا أن هذا الذي أنتم مقبلون إليه جهاد في سبيل الله عز وجل، ألا فاسمعوا رسالة رسول الله التي أرسلها إليكم عن طريق مسلم في صحيحه، وعن طريق الحاكم في مستدركه، وعن طريق أحمد وغيره. يقول لكم رسول الله: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى مؤمنها، ولا يفي بعهدها، فليس مني ولست منه. أسمعتم أيها الناس؟ أتريدون أن أعيد لعلكم لا تعلمون حديث رسول الله: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، أهل الكتاب، فليس مني ولست منه. وأما إن كان هذا الذي تقبلون عليه ثمرة مال ملئت بها جيوبكم، ثم دفعتم دفعا عن طريق هذا المال الذي أسكركم فأنساكم حتى أرواحكم، إن كان ذلك هو الدافع، ألا فاسمعوا كلام الله يقول لكم ويقول لهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أقول قولي هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يرحمنا جميعا بالهداية،